سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بألف ألف خير. اليوم فيديو جديدة ووصفة من وصفات تاع العيد. اذا مازال بقالكم اللحم، ديروا هذه الوصفة بزاف بنينة، واحسن طريقة باه ديروا بها اللحم يجي متبل بوحدة التبيلة بزاف بنينة ويجي يذوب في الفم. ونزيد نشارك معاكم وصفة تاع برغل بزاف سهلة وثاني بنينة. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. اولا راح نبدا نتبل اللحم تاعي. انا هنا خيرت اللحم تاع الفخذ وتاع الكتف، تقدروا ديروا اي يعني طرف تحبوه نتوما، تقدروا ديروا غير الفخذ وحده ولا الكتف وحده. اكيد هنايا راني غسلته مليح. المهم هنا عندي ملعقه كبيره تاع الثوم مرحية. هنايا انا رحيت من قبل الثوم، درت كمية كبيرة، رحيتها في الميكسور وخبيتها هكا في الفخيجيدار، خبيتها في ان بوات ودرت عليها زيت الزيتون. هذا ما كان تقدروا ديروها في المناسبات هكا بما تضلوش ترحيو في الثوم، وخاطر انا نطيب به بزاف. نحتاج فلفل اسود، ثوم بودرة، نحتاج ثاني راس الحانوت، ملح، اعشاب عطرية، فلفل احمر وشوية تاع الزنجبيل. تقدروا هنايا ديروا التوابل اللي تحبوها نتوما، انا هاد التوابل يعجبوني بزاف بزاف مع اللحم. هنا راح نخلط الثوم مع التوابل كامل. بعد ما نخلط كامل التوابل نزيد شوية فقط تاع الماء، ما نحتاج هنايا ماء بزاف، يعني تقريبا يطيب ولا قطرة تاع الماء. هنا نحتاج الماء برك باه نخلط التتبيله تاعي، باسكو انا ما نزيدش الزيت هنايا لانه اللحم الغنمي كما تعرفوا فيه بزاف الدهون، دونك سي با لا بين نزيدو الزيت. وموالفة ثاني نزيد لاموطارد، ولاموطارد اللي همت هذو راهي مقطوعة. إذا عندكم لاموطارد تجي بزاف بنينة في لاغوسيت هذه. نخلط التتبيلة تاعي مليح مليح ونبدأ نتبل كامل الأطراف تاع اللحم، ندخل فيهم تتبيلة مليح مليح ونخبيهم يريحوا في الفخيجيدار. تقدروا ديروها حتى ليلة كاملة، يجيكم أكيد أحسن وأحسن، ولا تقدروا تتبلوه الصباح وطيبوه العشية. ودرك راح نفوتو نشوفو الوصفة تاع البرغل. هنا عندي برغل متوسط، انا استخدمت هذا اللي يجي فيه شعيرية، هذا تلقاوه عند الاتراك يتباع هكا واجد. راني غسلتو وصفيتو من الماء وخليته على جنب. عندي حبة بصل مرحية، حبة طماطم مرحية، التوابل تقريبا نفسهم اللي درتهم مع اللحم، زدت غير الكزبر. عندي ثاني فلفل، عفوا ثوم بودرة وفلفل اسود. هنايا نقلي بشويه زيت الزيتون البصل، نبدا نقلي البصل تاعي، نزيد له شويه تاع الثوم ونقليه مليح، ونزيد نحط الطماطم مصبره تقريبا ملعقه صغيره، تتقلى مليح مليح مع البصله تاعي. هنايا تقدروا تزيدوا الطماطم المصبره كيما تقدروا تستغناو عليها، ماهيش ضروريه. اذا تحبوا البرغل تاعكم يجي احمر تقدروا ديروا ملعقه كبيره تاع طماطم المصبرة. هنا بعد ما يتقلاو كامل المكونات مع بعضهم نزيد الطماطم المرحية ونزيد نخليها تتقلى ونلوح عليها كامل التوابل ونقلي كلش مع بعضه.
وهنا نزيد نلوح عليهم البرغل تاعي. كما قلت لكم غسلته غسله واحده وصفيته من الماء وخليته على جنب. كما راكم تشوفوا هنايا راهو يجي شويه لاصق في بعضاه، بصح راح كي طيب يجي كل حبه وحدها، غير تبعوا الطريقه والمقادير. هنا نسيت ما قلت لكمش درت زوج كيسان تاع البرغل، نخليه يتقلب مليح مع كامل المكونات هكا باه تدخل فيه التوابل على نار تكون قليله، خطر البرغل راهو يتحرك في ساعه. ومن بعد نزيد له الماء. والبنات اللي مازالوا ما شافوش لا فيديو تاع الفلوق تاع العيد، راني حطيتها راهي قبل لا فيديو هذه، صح جات متاخره شويه بصح شاركت معاكم كلش كيف فوتنا العيد في الغربه. ما تنسوش تروحوا تشوفوها وتدعموني باللايكات وتقولوا لي في لي كومونتير، راني سقسيتكم بزاف حوايج جاوبوني في لي كومونتير. وهنا بعد ما يتقلى البرغل تاعي نزيد 4 كيسان تاع الماء يكون سخون، الماء يكون يغلي. نزيد تقريبا 1/4 كيسان حتى 1/4 كيسان ونص، يعني على حساب البرغل اللي عندكم. انا هنا درت 1/4 كيسان قد قد، وهنايا نقصوا النار خلاص، نديروا نار قليله ونغطيوه ونخليه يغلي على نار تكون قليلة مدة 10 دقائق، يعني احسبوا 10 دقائق تلقاوه واجد. واكيد كل مرة نروحو نحركوه هكا به ما يتعجنش وما يلصقش. ودرك راح نفوت به نطيب اللحم. انا اللحم تاعي ديما نطيبه في لاكوكوت مينوت، يجي طايب زبده يذوب وحده. هنايا ما زدت له حتى قطره تاع الزيت، يعني حطيت اللحم هذاك اللي تبلته حطيته كيما هكا ونخليه يتقلى شويه. وهنايا راني لحت شويه تاع الماء هكاك باه نحي كامل التوابل من لو ريسيبيون هذا، ولحتهم على اللحم. نخليهم يغليو مليح ونقفل لاكوكوت مينوت مدة 30 دقيقة، يعني تقدروا من 30-35 دقيقة، يعني على حساب اللحم اللي عندكم. إذا كان صغير ديروه 30 دقيقة يطيب في ساعة. وهنا بعد ما فاتت 30 دقيقة شوفوا كيفاه يطيب اللحم تاعي. نخليه هكا نفتحوا لاكوكوت ونخليه يغلي في لاصوص هذه حتى يبدا يتقلى، يعني هنا راح يتقلى في الدهون تاعو، راني ما زدت له حتى زيت، يعني تقريبا ما زدتش الماء. وهنا دوماج راح للمقطع، باه نعيط لكم كيفاه ديروا لاصوص اللي ترافقوا بها اللحم تاعكم. هنايا بعد ما ينشف كامل اللحم تاع عفوا الماء اللي في اللحم راح يبدا يتقلى في الدهون تاعو. هنايا بعد ما نقليوه نحيو هذاك اللحم ونخليو هذوك الدهون ونزيدو لهم تقريبا فنجان تاع الماء. انا زدت شويه معاه لي شامبينيون قليتهم ساعه، ومن بعد لحت عليهم هذاك الفنجان تاع الماء ونخليه يغلي غليه ولا زوج، ونتحصلوا على واحد لاصوص تجي بزاف هايله نرافقوا بها اللحم تاعنا. الطبق تاعي راه واجد، شوفوا اللحم كيفاه جا يشهي شهيتكم في الجمعة ان شاء الله. جا بزاف بنين بالتتبيلة هذه ويجي يذوب وحده، راهو طايب زبدة. تبعوا فقط المراحل والمقادير وراح يجيكم بزاف هايل. ولاصوص ثاني جات بزاف بنينة، ديروها على تقدروا ترافقوه مع الارز، يعني اذا ما عندكمش البرغل تقدروا ديروا الرز ولا تقدروا ديروا لي فخيت كيما تحبوا، وتقدروا ديروا البرغل ثاني بالطريقة هذه يجي بزاف بزاف بنين. اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنساوش تشجعوني باللايكات لي كومونتير، وما تنساوش ثاني تبارطاجيو لا فيديو هكا باه يستفادوا ناس واحد اخرين من الوصفه، وهكا تزيدوا تدعموا القناه اكثر واكثر. درك لحقنا للنهايه تاع لا فيديو، انا خليكم ونتلاقاو في فيديو قادمه ان شاء الله.